هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا كما أنعمت وتفضلت علينا كثيرا لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا تختلف عليه الأصوات يا من لا تختلف عليه اللهجات يا من لا تختلف عليه اللغات يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا يصفه الواصفون يا من لا تخالطه الظنون يا أسألك يا مولانا الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة من أهل جناتك من أهل جناتك يا كما جمعتنا جميعا صفا واحدا في هذا المسجد فاجمعنا جميعا على سرر متقابلين يا رب يا رب يا رب يا رب اجمعنا جميعا في الجنة على سرر متقابلين على سرر متقابلين تجري من تحتنا الأنهار لنا فيها من كل الثمرات لنا فيها من كل الثمرات يا رب يا رب يا رب
اللهم اجمعنا فيها بآبائنا أمهاتنا